الأولى في الغرام هاني سلامة منا شلبي درة مدقيقك أحسن الطاجن يبرد يبرد دقيق ده أي حاجة في الدنيا ممكن تتاكل برد إلا طاجن السمك. ونيسة في الأولى في الغرام بنت البلد المصرية جدا بنتي حابة الحياة وفي نفس الوقت يعني هي فيها أنوثة بين شخصيتين في منافسة بقى يعني كل واحدة بتحاول تجذب هاني ليها قدامك يومين مفيش وراهم تاني فبقيت مصرية أكتر بعد ونيسة الأولى في الغرام الاثنين في هذه الأوقات على قناة ERT الأفلام واحد.